تعيش مدينة الجريسة هذه الأيام على وقع مهرجان أفلام المناجم، إذ تمتلك المدينة إرثا تاريخيا كبيرا في السينما تعود بدايته إلى فترة المستعمر الفرنسي. محاولات دؤوبة لإحياء هذا الإرث من خلال المهرجان الذي تختتم فعاليته اليوم. الجريسة مدينة صغيرة تقع في الشمال الغربي لتونس، لها تاريخ طويل في السينما تعود أطواره إلى حقبة الاستعمار الفرنسي. لا تزال قاعة السينما بالمدينة محافظة على طابعها المعماري القديم وآلات العرض التي تحكي عمق ثقافة السينما بالمدينة. قبل كانت الافلام تهبط من فرنسا، تهبط لصال السينما القاع العجوز هذه تتعرض هنا وسير تزاد نتاع الكيف، ومن بعد تمشي للعاصمه. قالوا انه في العشرينات بدات صال السينما تحت اشراف نجم جريس هيل المتولي تجيب الافلام وتعرضها. تثمينا لهذا التاريخ قامت جمعية إبداع مع عدد من أبناء الجريسة بتنظيم دورة تكوينية في التقنيات الحديثة لتصوير وإخراج أفلام قصيرة من خلال تظاهرة ثقافية أطلق عليها اسم مهرجان أفلام المناجم. تم خلالها عرض قرابة 20 فيلم قصير من عدة دول، من بينهم شريط امرأة تحت الرماد لإحدى تلميذات هذه الجمعية. المهمة الأساسية هي إبداع في مجال السمعي البصري، وهو تبني كل المشاريع. الفيلم تاعي هو علاقتي الغلاسيون بيني انا وماتي، حكيت على الماضي كله برسك شطر وصار في فلاش باك وبعد على الحاضر. ارتبطت العروض السينمائية بهذه المدينة مع بداية استغلال منجم الحديد من طرف المستعمر الفرنسي، أين كانت إدارة المنجم هي المشرفة على اقتناء وعرض الأفلام قبل أن تصبح تحت إدارة دور ثقافة بعد الاستقلال. مدينة الجريسة هي مدينة عريقة عندها علاقة كبيرة بتاريخ السينما، لذلك علاش اخترناها كوجهة أولى لسلسلة من الدورات. إرث تاريخي كبير يربط المدينة المنجمية بالسينما، يحتاج هذا الإرث إلى تطوير واهتمام من قبل السلطات المعنية حتى تستطيع الطاقات الشابة مواصلة الخلق والإبداع في السينما.